بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس جمعية رؤساء المجالس الجهوية المحترم، السيد الوالي المدير العام للجامعات المحلية بوزارة الداخلية المحترم، السيد رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المحترم، السيد منسق الورشات الموضوعاتية التحضيرية لأشغال الملتقى البرلماني الثاني للجهات المحترم، زميلاتي زملائي السادة رؤساء الفرق والمجموعات والبرلمانيين المحترمين، حضرات السيدات والسادة ممثلي ومسؤولي المجالس الجهوية الحاضرة معنا المحترمين، حضرات السيدات والسادة الخبراء، أيها الحضور الكريم، أود في البداية أن أرحب بكم جميعا وأن أعبر لكم باسم مجلس المستشارين عن الشكر الجزيل لحضور الجلسة الافتتاحية للورشات الموضوعاتية التي نعطي انطلاقتها اليوم تحضيرا للملتقى البرلماني التالي للجهات، وأود أن أشكركم ليس فقط على حضوركم اليوم ولكن على مواكبتكم لهذا المسار الذي انخرط فيه مجلس المستشارين منذ أكثر من سنة ونصف الآن. أريد كذلك أن أعبر عن شكرنا الجزيل لشركائنا الدوليين، وأخص بالذكر مؤسسة وينستمينستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد إيدناور، المؤسستان اللتان ترافقنا في هذا الورش وفي غيرها من الأورش. حضرات السيدات والسادة المحترمين، لما كنت جاي عندكم نفتتح هذا الجلسة الافتتاحية أقنعت نفسي وحرمت على نفسي الحديث عما أعتبره قضايا وأسئلة ومواضيع جرى الحسم فيها منذ فترة طويلة، ولذلك ما غنتكلمش على مشروع الجهوية المتقدمة، على أهميتها الاستراتيجية الحاسمة من حيث أنه ورش إصلاحي كبير يعيد صياغة ربما بنية الدولة ونسق العلاقات ما بين الدولة المركزية والجهات. ما غاديش نعاود نتكلم نضيع عليكم الوقت ديالكم على في الحديث على أمور تحدث فيها المغاربة طويلا وعريضا منذ أن طرح مشروع الجهوية الموسعة على جدول أعمال البلد. قضايا كثيرة كتعرفوها وأشبعناها حديثا وعقدنا بشأنها على طول وعرض البلد مؤتمرات وندوات ولقاءات و وغير ذلك، ما غنتكلمش في هذا الشيء كله. وأود يعني في هذه الكلمة أن أتحدث عن بعض الأمور الدقيقة المتعلقة بالقضايا المرتبطة بورش الجهوية المتقدمة بعد سنتين من الشروع، تقريبا من الشروع في تنزيله وفي تطبيقه. وآمل وأود أن أعبر عن أملي في أن تسود هذا الروح، روح عدم إثارة الأسئلة القديمة لأن كان أعتبر بأنه حسمنا فيها، وأن يعني أعبر عن أملي في أن تسود هذه الروح خلال أشغال هذه الورشات وكذلك خلال الملتقى البرلماني الثاني الذي نخطط لتنظيمه في الأسبوع أو الأسبوع الثاني من الشهر المقبل في جميع الحالات قبل وصول مشروع القانون المالي إلى مجلس المستشارين. إحدى المصادفات الجميلة أن تنظيم هذه الورشات واللي بدينا فيها العمل منذ أكثر من 6 أشهر، تنظيم هذه الورشات يتزامن يعني كنظموا هذه الورشات أيام قليلة
بعد الخطاب الملكي السامي الذي استمعنا له جميعا بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة. ولا بد أن تكون روح الخطاب الملكي حاضرة بقوة في أشغال المناقشات التي سنجريها على يعني في هذه الورشات الثلاث، لعدة اعتبارات تعرفونها ولا داعي لإعادة التذكير بها، ولكن أكتفي بالإشارة إلى اعتبار واحد، وهو أن الخطاب الملكي السامي الذي استمعنا إليه فيه فقرات قوية وإشارات، إذا بغينا نتكلموا بلغة الخطاب الإعلامي، إشارات مباشرة وواضحة بشأن هذا المشروع الذي نتداول فيه اليوم المتعلق بمشروع الجهوية المتقدمة. واسمحوا لي أن أستشهد ببعض الفقرات التي وردت في الخطاب الملكي السامي، والتي أتمنى أن تكون كما قلت حاضرة هي والروح التي لمسناها في خطاب جلالة الملك وفي خطابات سامية سابقة. في ارتباط بالمشروع ديال الجهوية المتقدمة اللي احنا كنعقدوا فيه اليوم ثلاث ورشات موضوعاتية، جلالة الملك قال بأن النموذج التنموي مهما بلغ من نضج سيظل محدود الجدوى ما لم يرتكز على آليات فعالة للتطور محليا وجهويا. لذا ما فتئنا ندعو لتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية بمختلف جهات المملكة. فالجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة ومقاربة عملية في الحكامة الترابية، وهي أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية والاستجابة لمطالب سكان المنطقة لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين وإشراكهم في اتخاذ القرار، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة. وإدراكا منا بأنه ليس هناك حلولا جاهزة لأن المشاكل المطروحة في مختلف المناطق، فإننا نشدد على ضرورة ملائمة السياسات العمومية لتستجيب لانشغالات المواطنين حسب حاجيات وخصوصيات كل منطقة، ولإطفاء المزيد من النجاعة على تدبير الشأن العام المحلي نلح على ضرورة نقل الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية للجهات بموازاة مع نقل الاختصاصات. لذا نوجه الحكومة لوضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة، ونهيب بالمجالس المنتخبة وخاصة على مستوى الجهات لتحمل مسؤوليتها في تدبير شؤون كل منطقة واتخاذ المبادرات للتجاوب مع ساكنتها والاستجابة لمطالبها المشروعة. كما ندعو لإخراج ميثاق متقدم للتمركز الإداري الذي طالما دعونا إلى اعتماده وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه. وقد حرصت أن أذكر بهذه الفقرات لأنها تشير على نحو مباشر إلى الموضوع اللي غندولوا فيه اليوم، ولا داعي للإشارة إلى فقرات أخرى وردت في الخطاب الملكي وهي كلها يعني تدعو إلى جميع من يعنيهم الأمر، الحكومة والبرلمان والمجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والمؤسسات الوطنية المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالجهوية الموسعة، إلى أن تأخذ بأقصى درجات الجدية الأسئلة المتعلقة أو القضايا التي لا تزال تحول إلى اليوم دون التفعيل الأمثل وبالوتيرة المطلوبة لهذا المشروع المهيكل، مشروع الجهوية الموسعة. فإذا نحن في مجلس المستشارين سعداء لأن تنظيم هذه الورشات الثلاث، بالرغم من أن العمل فيه انطلق مباشرة بعد الملتقى البرلماني الأول للجهات اللي نظمناه قبل سنة، ولكن نحن سعداء لأن هذه الورشات جاءت متزامنة بعد الخطاب الملكي القوي. وأرجو مرة أخرى أكررها المرة الثانية أن تكون روح الخطاب الملكي حاضرة في مداولة هذه الورشات. حضرات السيدات والسادة المحترمين، وتقدروا تعتبروا هذه شكوى، نحن لدينا من القرائن ومن الأدلة ومن المعطيات ما يجعلنا نعتقد
بأن تملك مجلس المستشارين، تكلم غير على مجلس المستشارين، تملك ديال مجلس المستشارين لمشروع الجهوية المتقدمة بحسب الرؤية التي تداولنا فيها كثيرا في مناسبات مختلفة، مازال ما وصلش للمستوى الذي نطمح إليه جميعا. أو مكتب مجلس المستشارين شهرين بعد انتخاب مكتبه، شهرين بالضبط بعد انتخاب الرئيس والمكتب الجديد، أعد مشروع خطة عمل سميناها المخطط الاستراتيجي لعمل مجلس المستشارين على مدى 3 سنوات، وهي المدة ديال الولاية ديال المكتب. إحدى أهم المحاور اللي كاينة في هذه الخطة الاستراتيجية واللي درنا فيها نقاشات موسعة على مستوى المكتب كما مع السادة رؤساء اللجان ورؤساء الفرق والأطر ديال المجلس، إحدى المحاور الأساسية هو الاشتغال على ورش الجهوية المتقدمة بأمل بطموح أن يلعب مجلس المستشارين دوره كرافعة مؤسساتية تنضاف إلى الروافع الأخرى من أجل مرافقة هذا المشروع المهيكل ديال الجهوية المتقدمة وتقديم الإسهام من أجل تدليل العقبات والصعوبات التي حالت وتحول دون تفعيله بالوتيرة المطلوبة. وقد كان هدفنا ولا يزال هو أن نجعل من مجلس المستشارين بمثابة برلمان الجهات، صوت الجهات، وبلورنا نحن كافة مكونات مكتب مجلس المستشارين واحد القناعة مفادها أنه إذا كانت مجلس المستشارين غيكون عنده شيء قيمة وشيء إضافة للبناء المؤسساتي ديال بلدنا، ولكن مجلس المستشارين غتكون عنده شيء قيمة في نظام الثنائية البرلمانية اللي اختارته بلدنا، فينبغي أن يكتسب واحد الهوية واضحة، وهي أن يلعب دور وأن يضطلع بوظائف ديال برلمان الجهات لعدة اعتبارات، أكتفي بالإشارة إلى 2 منها فقط. الاعتبار الأول أن المشرع الدستوري، الدستور لم يكن مجرد صدفة أو عبث، أنه أعطى لمجلس المستشارين الأسبقية في مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالجماعات الترابية وفي مقدمتها المجالس الجهوية. لم يكن من قبيل الصدفة كذلك أو أن الدستور أعطى لمجلس المستشارين الأسبقية في مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالتنمية الجهوية، حتى أن المجلس الدستوري قبل أن يصبح محكمة دستورية أصدر قرار يعتبر اجتهادا نوعيا في رصيد الاجتهاد القضائي الدستوري، مضمون أن الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالتعديلات التي يتم إدخالها على مشاريع القوانين اللي عندها علاقة بالجماعات الترابية الكلمة الأخيرة لمجلس المستشارين، وهذا استثناء عن القاعدة المعروفة اللي تعطى فيها بمقتضاها لمجلس النواب الكلمة الأخيرة. الاعتبار الثاني وهو مرتبط بالطبيعة التعددية والتنوعية اللي كيتميز بها التركيبة ديال مجلس المستشارين، فمجلس المستشارين فيه 36 مستشار ومستشارة ومستشار برلماني يمثلون الجهات. إذن فكان ماشي فقط من الضروري بل كان من الواجب أن يضع مجلس المستشارين في مقدمة أولوياته الاشتغال بمنطق مؤسساتي على تقديم الإسهام ديالو من أجل أن يكون صوت الجهات ومن أجل أن يواكب هذا المشروع العام ديال الجهوية المتقدمة. ولهذا السبب بادر مجلس المستشارين يوم 6 يونيو 2016 تقريبا سنة إلى تنظيم ما سميناه بالملتقى البرلماني التأسيسي للجهات، اللي حضرت فيه المجالس الدستورية في شخصي السادة الرؤساء ديالها اللي وجددوا
بالمناسبة الشكر لهم على مساهمتهم النوعية، وفي مقدمتهم السيد رئيس جمعية رؤساء المجالس الجهوية اللي عودنا على الحضور في كل المحطات المرتبطة قليلا أو كثيرا بمشروع الجهوية، واللي حضرت فيها كذلك القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى القطاعات الحكومية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وكافة من يعنيهم مشروع الجهوية المتقدمة. ويهمني أن أعيد التذكير، لأنه مع الأسف الشديد يعني بزاف ديال الأمور مهمة كديرها المؤسسات ديالنا كلها، ولكن ما كان إما كننساوها ولا كنبخسوها ولا ما كنقراوهاش. هذا الملتقى اللي تنظم بخلفية أن يستقبل تطلعات ديال الجهات والأسئلة ديال الجهات والقضايا ديال الجهات إلى قلب المؤسسة البرلمانية، باش يكون فيها نقاش مؤسساتي عمومي تعددي، وأن يفضي هذا النقاش إلى مخرجات، أن يفضي إلى مخرجات تمكن البرلمانيين من أن يستثمروها في مختلف واجهات العمل ديالهم، سواء من خلال قناة التشريع أو من خلال قناة مراقبة العمل الحكومي أو من خلال قناة الدبلوماسية البرلمانية أو من خلال تقييم السياسات العمومية. فبهذا المنطق توج هذا الملتقى البرلماني الأول للجهات اللي كان بمثابة ندوة تأسيسية أو ملتقى تأسيسي بوثيقة على درجة كبيرة من الأهمية. للأسف الشديد لم يتم الالتفات إليها ولم يتم التعامل معها ولو بقدر ضئيل من الجدية، رغم أن هذه الوثيقة قد جرى اعتمادها من خلال المساهمات ديال كافة من حضروا وواكبوا هذاك الملتقى. ولا زلت أذكر أن السيد الوزير المحترم السيد رئيس جمعية رؤساء الجهات بقي حاضرا وصابرا إلى آخر لحظة في هذا المنتدى اللي استمر ليوم كامل، وكانت عنده فيه مساهمات نوعية واقتراحات تم تضمينها. ونظرا لأهمية ما ورد في هذه الوثيقة المرجعية، فإنني يمكن نكون ثقيل عليكم شوية، ولكن كيهمني نذكر ببعضها، لأنه لو أخذت الجهات المعنية بهذه الوثيقة ونسميها بصريح العبارة الحكومة، لأن هذه الوثيقة فيها توصيات تخاطب الحكومة، فيها توصيات تخاطب مجالس الجهات، فيها توصيات تخاطب رؤساء مجالس الجهات ومكاتبها المسيرة، فيها توصيات تخاطب رؤساء مجالس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، وفيها كذلك توصيات تخاطب البرلمان وخصوصا مجلس المستشارين. نظرا لأهمية ذلك استسمحكم في أن أذكر ببعض أهم ما ورد فيها، لأنه لو جميع هذه المؤسسات أخذت ولو بالقدر القليل من الجدية لكنا ربما سنستمع إلى مضمون مغاير لخطاب جلالة الملك الذي استمعنا إليه في عيد العرش، ولخطاب جلالة الملك الذي استمعنا عليه قبل أيام بمناسبة افتتاح البرلمان. يدعون الحكومة مشاركين في هذا الملتقى، يدعون الحكومة خلال 12 شهرا اللاحقة على أشغال هذا الملتقى إلى إطلاق مسار تشاوري بين مجالس الجهات وكافة السلطات العمومية المعنية بشأن الإطار العام للتعاقد بين الدولة والجهات. الممثلين ديال الجهات حاضرين، وغادي يكون من المهم يقولوا لنا واش تم إطلاق صراح هذا المسار التشاوري. ثانيا، تسريع إصدار باقي النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وفق أولويات مضبوطة ومتناقش بشأنها مع رؤساء الجهات.
الإصدار بالأولوية للنص التنظيمي المحدد لمسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده المنصوص عليه في المادة 87 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وكذا النص التنظيمي المحدد لمسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب الوطني. الإصدار بالأولوية للنص التنظيمي المحدد لشكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها والمنصوص عليه في المادة 122. مراعاة في توزيع مساهمة الميزانية العامة المرصدة للجهات معايير إضافية تعتمد على سبيل المثال للحصر مؤشرات الفقر والهشاشة على مستوى الجهة، نسب التجهيز بالبنية التحتية الأساسية، مؤشر الولوج إلى الصحة وإلى التمدرس، وكذا في توزيع اعتمادات الصندوقين. الإعمال، هذه توصية، الإعمال بالأولوية لتوصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإنشاء قطب اجتماعي على المستوى الجهوي في إطار لا تمركز إداري. اتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية الملائمة لاستكمال مسلسل عدم التركيز. إطلاق مسار تجريبي لممارسة الاختصاصات المشتركة للجهات وكذا الاختصاصات المنقولة للجهات مع تحديد إطار تنظيمي ملائم وموحد لهذا المسار. مأسسة آليات للحوار والتشاور بين الحكومة ورؤساء مجالس الجهات وغير ذلك وغير ذلك من التوصيات. أنا متأكد بأنه سأكون يعني ثقيل الظل إلى قرأت عليكم كافة التوصيات التي صدرت عن هذا الملتقى والتي وجهت لمن يعنيهم الأمر. ولكن دون الخوض كثيرا في مضمون المخرجات اللي انبثقت عن هذا الملتقى البرلماني للجهات واللي في معظمها لا أقول لم يتم الاشتغال عليها ولكن لم يتم الإصغاء لها، لأنه ما كان عندنا أو كان فيدباك من يعنيهم الأمر. دون الخوض في التفاصيل، إحدى أهم التوصيات المنبثقة على هذا اللقاء هو الاتفاق بين المجتمعين على أن هذا الملتقى البرلماني للجهات اللي خصو ينعقد مرة كل سنة تم الاتفاق على أن يكون بمثابة إطار دائم للتنسيق والحوار المؤسساتي بين الشركاء المعنيين بمسلسل الجهوية الموسعة، وهذا ما نجتهد إلى ترسيخه كتقليد سنوي. ثالث أهم توصية منبثقة على هذا الملتقى البرلماني للجهات وهي التوصية بتنظيم ما سميناه ندوات موضوعاتية جهوية بالتناوب بين الجهات على أساس أن مجلس المستشارين يخرج من الرباط ويمشي للجهات ويشارك أو ينظم مع شركائنا حوارات بين المؤسسات والمصالح المعنية بالوجهة الجهوية بحسب المواضيع التي سيتم اقتراحها من المجالس الجهوية تبعا لخصوصية كل جهة. أسابيع قليلة بعد الملتقى البرلماني للجهات الذي عقد في يونيو 2016 اشتغل المكتب بكافة مكوناته لأسابيع على إعداد واحد الوثيقة سميناها خارطة الطريق من أجل تنفيذ توصيات الملتقى البرلماني للجهات، وهي الوثيقة اللي جرى اعتمادها بإجماع كافة مكونات المجلس، وفيها أمور كثيرة من بين أهمها حتى لا أدخل في الكثير من التفاصيل، من بينها أولا تنظيم الدورات المقبلة للملتقى البرلماني للجهات في شكل لقاء وطني ينظم بمجلس المستشارين يخصص للتداول في الحصيلة السنوية لإنجاز الفاعلين في مجال الجهوية. فيها ثانيا جرد انطلاقا من الوثائق ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لأن الوثائق ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإضافة إلى المداولات والمناقشات ديال السادة الرؤساء وممثلي الجهات اللي كانت في الملتقى البرلماني الأول جهات كانت بمثابة الوثائق المرجعية التي استندنا عليها في بلورة الاشتغال على التصور. وأذكر بوثيقة واحدة وهي التي حملت رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واللي انصب
جزء كبير من هذا الرأي على الوقوف على العوائق التي تحول دون المضي بالوتيرة المطلوبة في رفع التحديات التي تعترض تنزيل وتفعيل جهوية. وقد قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه الوثيقة 76 توصية. 76 توصية. وإحدى كذلك الأمور الأساسية في خارطة الطريق هذه التي اعتمدها مكتب مجلس المستشارين هو بالاستناد على الوثائق ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعلى الآراء والملاحظات اللي استمعنا لها في المناقشات ديال المشاركين في الملتقى الأول، قمنا بجرد ما هي المواضيع الأكثر أولوية التي ينبغي أن تكون في أساس النقاش العمومي التعددي المؤسساتي. مواضيع كثيرة، 8 إلى 9 ديال المواضيع، منها أولا المواضيع المتعلقة بالموارد البشرية وتأهيل الجهة، الموضوع المتعلق بالتنمية والتعاقد مع الدولة، الموضوع المتعلق بالمقاربة التشاركية وإشكالية تفعيل الهيئات الاستشارية المتعلقة بالنساء والشباب، منها موضوع المتعلق بالحكامة الترابية وسؤال المشهد الترابي الجديد أي العلاقة بين المجالس المنتخبة والدولة، الموضوع المتعلق باللا تركيز الإداري وإشكالية نقل الاختصاصات والموارد أو ميثاق لا تمركز، والموضوع آخر المتعلق بالتعاون الدولي وفرص تعبئة الموارد والخبرات من الخارج، بالإضافة إلى مواضيع أخرى كثيرة. وعلى هذا الأساس بعد هذه الخطوة قام مكتب مجلس المستشارين بتعبئة فريق من أفضل الخبرات الوطنية، وأنا أحييهم بهذه المناسبة، حاضرين معنا وعلى رأسهم الأستاذ الجليل سي علي بوعبيد، فريق من الخبراء اللي درسوا هذا الرصيد الوثائقي كله، لا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولا الأشغال المناقشات اللي كانت في الملتقى البرلماني الأول جهات ولا غير ذلك من الوثائق الأخرى، فبلوروا منهجية عمل، بلوروا منهجية عمل للمضي ماشي في إطار النقاش العام الفضفاض التي اعتدنا عليه، ولكن المضي بخبرة بمهنية للوقوف ولوضع الأصبع على أمور مضبوطة متعلقة بالعوائق الكثيرة في مختلف المستويات اللي مازال كتفرمل انتقال أو انطلاق مشروع الجهوية المتقدمة كما نتمناه جميعا، لأن هذا المشروع الجهوية المتقدمة باعتراف الجميع تجلية الملك نصره الله يشير إلى ذلك في الخطاب الملكي اللي قرأت عليكم فقرات منه، الجميع مقتنع بأن 70 إلى 80% من المشاكل ديال المواطنات والمواطنين المغاربة في مختلف المجالات، في الصحة، في التشغيل، في التعليم وغير ذلك، 70-80% من المشاكل ديالهم الجواب عليها موجود في الجهوية المتقدمة. فانطلق الفريق في عمله وأعد بعد جلسات من جلسات عمل كثيرة، أعد منهجية واضحة وخارطة طريق واضحة، وعبأنا لهم، عبأت لهم مكتب مجلس المستشارين الخبرة الدولية والتمويل كذلك، وانطلقوا في العمل ديالهم اللي سيتم تقديم، أظن ياك السي علي، سيتم تقديم الخطوط العريضة ديالهم. وصفتنا استمارات للجهات المجالس الجهوية بشأن 3 ديال المواضيع كبرى هي اللي غادي نناقشوا اليوم، موضوع الموارد البشرية، موضوع المتعلق بالبرامج التنمية، الموضوع المتعلق بالتمويل. اكتفينا بهذه المواضيع 3، ماشي لأنه كنقللوا من أهمية المواضيع أخرى، هذوك جايين في مرحلة لاحقة، ولكن قدرنا أن هذه المواضيع 3، الموارد البشرية، البرامج التنمية والتمويل وكل ما يتفرع عنها إشكالات من إشكالات، هي مفاتيح انطلاق قطار الجهوية بالسرعة اللي كيتمناها المغرب. فصفتنا مراسلات واستمارات، عفوا استمارات دقيقة، باش نوقفوا على واقع الحال ديال المجالس ديالنا الجهوية فيما يتعلق بهذه 3 ديال المواضيع. وأشكر السادة رؤساء المجالس الجهوية لأنه تجاوبوا مع الخبراء اللي كنشتغلوا معهم، وعندنا 7 ديال الجهات
اللي جاوبات داخل الأجل، لأن حددنا واحد الأجل باش الخبراء يقوموا بتحليل الأجوبة ويصنفوها بشكل علمي بناء على الشبكة بناء على شبكة تقييم علمية دقيقة باش نعرفوا بالضبط فين وصلوا المجالس الجهوية ديالنا فيما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية، فيما يتعلق بصياغة برامج التعاقد مع الدولة أو برامج التنمية، فيما يتعلق بالتمويل. 7 ديال الجهات جاوبوا داخل الأجل، 3 ديال الجهات جاوبونا خارج الأجل، ورغم ذلك فريق الباحث الخبراء قاموا بمجهود استثنائي من أجل تحليل وبلورة تشخيص وتقييم دقيق وعلمي وسيتم تقديمه، وهناك جهتان لم تتجاوب بالرغم من الإلحاح والمراسلات والاتصالات. على طول هذا المسار، يعني من نهار اللي درنا الملتقى البرلماني الأول للجهات إلى يومنا هذا، قام مكتب مجلس المستشارين بتوسيع دائرة المشاورات مع الإخوان ديالنا السادة المستشارين، وعددهم 36، لأن عندنا 36 مستشار برلماني كيمثلوا الجهات، أعضاء في الجهات، فعقدت معهم 3 اجتماعات باش يكونوا مشاركين ومساهمين ومنخرطين في هذه الدينامية كي نؤسس لتملك جماعي لهذا المشروع. هذا الشيء مرة أخرى حضرات السيدات والسادة ماشي مجرد طرف فكري، ماشي طرف فكري أو يوم دراسي كنضموه باش يجي التلفزيون يصور، لا، كنديروه بداك المنطق اللي تكلمت عليه باش نعرفوا حنا مجلس مستشارين شنو كيعانوا منه السادة رؤساء الجهات والمجالس الجهوية، شنو التطلعات ديالهم، شنو القضايا ديالهم، شنو المشاكل ديالهم، شنو العوائق اللي كيصطدموا بها، شنو التحديات اللي كيصوبوا بها، كينقلوها للبرلمان وكننظموا فيها نقاش عمومي تعددي صريح باش كيمكن نخرجوا منه مخرجات. هذا هو العمل الأساسي اللي كنديروا به. وفي سياق ذلك كذلك وتنفيذا لما قرره المكتب في خارطة الطريق أو في خارطة الطريق اللي تكلمت عليها، استشعرنا بأنه في هذا المسلسل ما يمكنش نكونوا بوحدنا، عندنا شركاء، لذلك اقترحنا اتفاقية شراكة أو مذكرة تفاهم مع جمعية رؤساء الجهات، التي أشكر جزيل الشكر السيد الرئيس المحترم على حرصه الدائم على الحضور معنا، وكذلك مع جمعية رؤساء الجماعات. هذه الاتفاقية مازال ما توفقناش فيها بزاف باش نكون معكم صريح، وكذلك طلبنا توقيع اتفاقية التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماع البيئي، لأننا نقدر ويجب أن نفتخر بذلك بأن هذه المؤسسة الدستورية تشرف المغاربة لأنها تنجز أبحاث ودراسات دقيقة جدا وتقدم توصيات، ولكن للأسف معظم توصياتها لا تجد الآذان التي تلتقطها وتصغي إليها، وهذه معضلة أخرى ربما قد تحتاج إلى نوع آخر من الزلزال الذي نسعد بحدوثه في بلدنا. الآن حضرات السيدات والسادة، علاش هذا التذكير كله؟ باش نقول بأنه المشروع ديال الجهوية يعنينا جميعا، ويجب أن نواصل العمل فيه، ويجب أن نتملكه، وهذه فرصة باش نعاود نجدد الدعوة للسادة ممثلي المجالس الجهوية اللي حاضرين معنا بأننا مازال كننتظروا تجاوبوا معنا، لأنه طلبنا تعطيونا مقترحات شنو هي المواضيع حسب الخصوصيات ديال كل جهة، شنو هي المواضيع اللي ممكن نديروا فيها ندوات أو ملتقى ندوات موضوعاتية جهوية. والمجلس المستشارين التزم ويجدد الالتزام على أنه سيخرج من الرباط ويمشي للجهات وننظموا معكم تما حوارات اللي كنتوقع أنه يحضروا فيها المصالح ديال الوزارات باش نقدموا المساهمة ديال المؤسسات، لأنه هذا عبء ثقيل. هذا المشروع ديال الجهوية لا يشبه الأوراش الإصلاحية الكثيرة اللي انطلقت في بلادنا على مدى أكثر من 18 سنة. هذا ورش كبير، ورش ماشي مجرد تزويق وتنميق في الكلام لما كيقول السيد الرئيس بأن هذا ورش يعيد صياغة النسق ديال الدولة بكامله، ماشي شي حاجة، وهذا عبء ثقيل. لا يمكن السادة رؤساء الجهات بوحدهم نخليهم يعني يتحملوا هذا العبء،
لا يمكن الحكومة بوحدها، لأن الشيء يتطلب تضافر الجهود ديال جميع المؤسسات بروح وطنية عالية، ولكن ما نقولش بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، غير بدك الحد المعقول من الجدية والمسؤولية. وقد أضعنا الكثير من الوقت للتكلفة ديالو، وأنا كنتمنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدير شي دراسة، ما هي التكلفة، ما هي التكلفة، ما هو الثمن اللي كيدفعوا البلد من جراء التأخر أو التعثر أو التماطل أو التلكؤ في الاشتغال بهذا الحد المعقول من جهوية. شنو هذا الشيء كيكلف من البلد؟ يكلف الكثير. إلا دار شي دراسة علمية يمكن يجب أن تتوالى الهزات الزلزالية في هذا البلد. لا أريد أن أطيل عليكم، أردت أن أنقل لكم هذا الروح باش نقولوا بأن مجلس المستشارين في يجدد التعبير عن أمله ويجدد دعوة لشركائه اللي ذكرتهم من أجل الانخراط في هذه الدينامية، لأنه يمكن نقدموا تحنا والسادة المستشارين المحترمين اللي كيمثلوا الجهات اللي كاينين في الميدان مؤهلون باش يعني ينقلوا الهموم ديال الجهات، ولكن اللي المطلوب ماشي غير نقلوا الهموم، اللي مطلوب نقلوا الهموم ولكن نلقاو ليها حلول من خلال التشريع، تقديم مقترحات قوانين، من خلال مراقبة العمل الحكومي، من خلال المساهمة في تقييم السياسة العمومية، وكاين الكثير مما يخوله الدستور للبرلمانيين في هذا الباب. أستسمحكم كثيرا إن كنت قد أطلت الحديث في هذا الموضوع، ويشرفني يعني أن أعطي الكلمة للسيد الرئيس المحترم، السيد رئيس جمعية رؤساء الجهات.